جهزت المكان، موية، سناك، دفتري والايباد والجوال، كل هذه الاشياء اللي استخدمها عشان اخطط للاسبوع. الموضوع ده اخذ مني تفكير مرة كثير على كيف اقسم لكم الموضوع، فبدل ما اعقد الموضوع قررت اني انا اعدد لكم هي كنقاط اشياء انا بسويها وفادتني، فان شاء الله انها تفيدكم انتم كمان. كتبت النقاط عشان ما اقطع برا الموضوع. لما تيجوا تبوا تقرروا ايش تبوا تشتروا للاسبوع، يعني انا دائما اجلس دي جلسه وابدا اكتب ايش الوصفات اللي بعملها، لكن في حركه احلى انكم قبل ما حتى تقرروا ايش تبوا تاكلوا، غير لو مره مشتين شيء معين، بس لو ما تعرفوا ايش تبغوا روحوا شوفوا ايش في المطبخ، يمكن كل المقادير كده موجوده عندكم وانتم ما انتم عارفين. عشان هذا الشيء كمان يزبط لازم مطبخكم يكون مرتب. هعطيكم مثال، عندي سبانخ مفرزنه مره بكميه كبيره، انتوا شايفينها، بس هي هذه الاثنين اللي موجوده في العلبه كلها سبانخ. فالاسبوع اللي فات عملت لازانيا بالسبانخ، وعندي كمان المكرونه حقت اللازانيا، ما اضطريت اشتري ولا شيء من السوبر ماركت غير جبنه الفتا اللي قيدها كانت موجوده عندي في الثلاجه. فشايفين كيف يعني ممكن حتى توفروا على نفسكم مقادير وجبه كامله بانكم بس تدوروا في المطبخ حقكم. هذا مثال ثاني على وجبه ما اضطرينا نشتري لها غير كم حاجه. فعندنا كل المكونات حقت الرز البخاري موجودة في البيت، الشيء الوحيد اللي احتاجنا نشتريه ده الأسبوع هو الخضار، طماطم، هنا في بصل، وهنا خيار وجزر. الرز طبعا موجود عندنا في البيت، مرقة الخضار أنا دائما مفرزة كمية في الفريزر، هذه الصلصة عندي مرة من زمان ففرصة استخدمها، وبعدين عندنا اللحم هذه موجودة في الفريزر من أول، فبس خرجتها من اليوم اللي قبل وحطيتها في الثلاجة. ثاني نقطة مرة مهمة ولي فترة طويلة بسويها هي اني بطلت اروح السوبر ماركت كل اسبوع بنفسي، رح يوفر عليكم جهد وفلوس، وكمان لبعض الناس حيخليكم تاكلوا صحي اكتر لانه ما حتشوفوا المغريات فما حتشتروها. واذا ما عندكم سواق ترسلوه يجيب لكم المقاضي، ممكن تستخدموا مندوب، ممكن تستخدموا تطبيق زي مرسول، كل هذه الاشياء هكتب لكم هي في الديسكريبشن فشوفوها. يعني ممكن بعض التطبيقات بس يكون فيها خضار وفواكه او بس لحوم واسماك، فاللي الشيء الباقي هو المنظفات والمناديل وهذه الاشياء. استخدم تطبيق اي هيرب، معظم المنظفات اطلبها من هنا والصوابين حقت الغسيل، مره اشياء كثير حوريكم هي. اني احب اشتري كثير من المنظفات من اي هيرب، فاستغل الفرصه لما يكون في تخفيض او عرض اخذ اثنين او ثلاثه او يعني كمية، يصير ما تخلص هذه الأشياء وما تخرب. هنا كل المنظفات اللي أطلبها من اي هيرب، وأحاول إني أنا ما يعني أطلب كميات لما يكون في عرض زي ما قلت لكم فما تخلص بسرعة. عندنا صابون الغسيل، وهنا كمان في صابون غسيل تاني حق البيبيز، الخل اللي أشتريه بكمية مرة كبيرة عشان نستخدمه في المنظفات. صرت أحب أسويها إني أسوي المنظف بنفسي اللي نستخدمه بشكل يومي، مرة سهلة الطريقة هحط لكم هي. بالنسبة لي أنا كمان في بعض الأشياء أشوف إنه أقدر أشتريها من الأماكن حقت الجملة والأماكن الرخيصة، يعني تبيع المنتجات بكميات أكبر وبسعر أقل، فمن ضمن دي الأماكن حوريكم أنا إيش اشتريت هذا الأسبوع للمقاضي حقت المقاضي الشهرية. قررنا نجرب نجيبها من البشوات، اتوقع انه حنوفر اكثر من لو جبناها من السوبر ماركت عاديه، هي تجي بكميه اقل في الكيس الواحد، بس لما حسبناها لقينا انها ارخص. هذه كيس الزباله برضو. لما تجوا تبوا تروحوا السوبر ماركت او ما تبوا تروحوا السوبر ماركت، تبوا ترسلوا احد او تبوا تستخدموا تطبيق، لازم تكتبوا بالضبط ايش الوجبات اللي تبغوا تسووها وايش المقاضي حقتها. وهذا الشيء نرجع للنقطه الاولى، حتتأكدوا أول شيء يمكن عندكم معظم المقاضي هذه وما تحتاجوا غير كم حاجة طازجة زي الفواكه والخضار عشان تكتمل الوجبة. طيب فأنا لما أجي بخطط أخطط أول شيء بالأيام. أوكي إن شاء الله أنكم شايفين، يعني هو مو مهم أنكم مرة تشوفوا، بس أنا أكتب في هذه المفكرة اسمها مفكرة إنجاز، أكتب لكم هحط لكم الحساب حقهم ومن فين أنا اشتريتها. طيب فهو مقسم بالأيام، أحد اثنين ثلاث زي كذا أيام الأسبوع. فأنا إيش أسوي؟ أول شيء أكتب ثلاثة أربع وجبات حاملها خلال ذا الأسبوع، بعد كذا أحط إيش عندي مشاغل خلال الأسبوع، مثلا يوم الأحد عندي تصوير أبى أصور وصفة معينة، الثلاث عندي موعد، الخميس حروح لأهلي، بعد كذا أحط الأكل فين حينعمل في أي أيام.
لانه مثلا اليوم اللي عندي فيه موعد ما حاطبخ شيء صعب او شيء يطول في المطبخ، او ممكن حتى ما اطبخ اي شيء وناكل الاكل اللي عملته اليوم اللي قبل. ومثلا اذا يوم حصور حاجه معناه انه حياخذ مني مجهود، فبرضه ما بحط مجهود في هذا اليوم. فلما صرت اعمل هذه الطريقه اختصرت على نفسي كثير، لانه في ايام اكتشفت انه احنا ما بنطبخ فيها. فانا مثلا كنت زمان اخطط اني انا حطبخ 5 ايام في الاسبوع، ومع الوقت بدات اكتشف ترى انا ما بطبخ غير 3 ايام، في يومين زياده عندي باكل فيها عند اهلي. طب انا ليش اشتري مقاضي حقت 5 ايام وبعدين تزيد المقاضي ونضطر نكبها في اخر الاسبوع او تخرب او يعني ما نستفيد منها؟ عقيل عمل لي ديسيبل للايباد، فحضطر اوريكم على الجوال. النصيحه الخامسه مره حلوه هي انه تعملوا نفسكم مرجع للوصفات. انا شفت هذه الحركه عند واحده اكاونتها اسمه organized and relaxed، هكتب لكم هو. فالمرجع هذا ممكن يكون في النوتس حقت الجوال للناس اللي تحب الكتب وتاخذ وصفاتها من الكتب، ممكن يعني او مجلات تصوروا الصفحه حقت الكتاب وبرضه تحطوها في النوتس. المهم انكم تجمعوها كلها في واحد مكان. انا بالنسبه لي لانه انا عندي فود بلوك وانا بصور وصفات طول الوقت، فالمرجع حقي هو الحساب حقي حق انستغرام. اروح هنا وادور على وصفات، ودحين عشان البوست مره زادت فصرت ادخل الموقع حقي، ححط لكم الرابط حقه او القناه حقتي في يوتيوب عشان بس افتكر ايش الوصفات الكويسه اللي مضمونه واخذ منها افكار. النصيحه السادسه، الحين لما قلنا اول نصيحه واهم نصيحه انكم تشوفوا ايش موجود عندكم في البيت قبل ما تقرروا ايش حتطبخوا. فمن الاشياء اللي انا مره اسويها كثير اني مثلا عندي خضار معينه ابغى استخدمها قبل ما تخرب، اكون قيد تورطت واشتريتها زي القرنبيط او البروكلي او حاجه زي كده، او بتنجان مثلا من الاشياء اللي دائما ما اعرف اشتريها وبعدين ما اعرف ايش ابغى اسوي. فاروح اكتب في بينترست ايج بلانت ريسيبيز وتطلع لي افكار مره كثير. ممكن اخذ وصفه زي ما هي وخلاص اعملها، ونفس هذه الحركه انا اسويها في الكتب اللي عندي في كيندل او حتى الكتب العاديه. اروح هنا في شيء اسمه الاندكس اللي هو بالحروف، فانا ابغى استخدم الايج بلانت. فين ايج بلانت؟ حيطلع لي هذا حتى في الكتب الطبيعيه طبعا موجود كل الوصفات اللي بالايج بلانت، وبعدين جنبها رقم الصفحه. طيب فخلاص كده انا عندي مره افكار كثير لايش اقدر اسوي بالبتنجان اللي عندي. طيب في نصيحه مره حلوه، هذه انا لسه ما اسويها عشان اكون صريحه معاكم، بس مرة عجبتني وأبغى أبدأ أطبقها. في 1 يوم للمقاضي، ما تزودوا عليه أي يوم، يعني خلوا الموضوع مرة منظم. لو نقص عليكم شيء خلاص يجاب يوم السبت في الليل. أنا بالنسبة لي السبت في الليل هو يوم المقاضي، مو السبت في الليل، الأحد في الصباح. السبت في الليل أكتب الليستة وأطلبها في الصباح، أحب يوم الأحد في الصباح عشان تكون طازجة وتقعد معي الأسبوع كله بدل ما أشتريها يوم قبل. طيب وصلنا 7 8. طيب 8 أظني يعني جبت سيرة ده الموضوع، بس برجع أقوله مرة تاني إنه استغلوا العروض وقت ما تقدروا. يعني لو لقيتوا شيء ما يخرب زي المكرونة ولقيتوا عرض اشتري 2 و3 مجانا، خذوا العرض لو تقدروا طبعا والبجت حقكم يسمح لكم، استغلوا هذه العروض. وأنا من الأشياء اللي استغلها هي iHerb، لأنه دائما عندهم عروض إنه لو اشتريت الثانية تاخذ 50%. وانا عارفة يعني اكيد اني انا احتاج صابون، ما عمري حوقف احتاج صابون، فاشتري الاثنين. طيب النصيحة الرقم 9، حاولوا تشتروا منتجات متعددة الاستخدام. يعني انا عندي لستة مقاضي خضار وفواكه، هي المقاضي الاساسية حقتي. فهذه الخضار والفواكه كل اسبوع تقريبا هي نفسها، ما تتغير غير لو انا مرة طفشت من فاكهة معينة وخلاص ما عاد بشوفها. عندنا كل المكونات حقت الرز البخاري موجودة في البيت، الشيء الوحيد اللي احتاجنا نشتريه ده الأسبوع هو الخضار، وهذه نفس المكونات أصلاً اللي أنا استخدمها في عدة وصفات، سواء استخدم طماطم في السلطات، في الأكل، في الكشنة، في هذه الأشياء. البصل طبعاً دائماً عندي نستخدمه ونستهلكه وما يخرب، والخيار والجزر لما يزيد عندي أستخدمه في العصير، في العصيرات عادةً، أو نأكله كسناك. أنا بالنسبة للفطور ما أفكر كثير، يعني دائما عندي مجموعة من الخضار والفواكه موجودة في الثلاجة نفسها نستخدمها يعني عدة استخدامات. فصرت أسوي العقيل إني أحط له أكثر من شيء في صحنه، الصحن هذا المقسم. هم يحبوا أحيانا، في بعض الأطفال ما يحبوا الأكل يكون كده ملخبط. اليوم صنع العقيل برغل مع
خضار، وأنس يعطي جواله يسوي عكس اللي اتفقنا عليه، ما في مشكلة. معظم الفواكه أجمدها عشان أحبها مجمدة للسموذي. صح، بالباك جراوند من السناكس الأساسية بالنسبة لي هي السموذي. أنا وعقيل نشرب سموذي كل يوم، وأحلى شيء في السموذي بالنسبة لي إنه كل مكوناته موجودة طول الوقت. مكونات السموذي حتشوفوه في حلقة الترتيب، ترتيب المطبخ، فإذا ما شفتوها أدخلوا شوفوها، حط لكم اللينك. وكمان كل الفواكه اللي أنا أحبها أفرزن منها، بالذات لما يكون الموسم، يعني زي المانجا، في مانجا، في أناناس، في فراولة وتوت، كل هذه الأشياء يعني على طول موجودة عندي في الفريزر. كل ما يخلص أرجع أشتري بكميات عشان ما أضطر كل أسبوع أرجع أشتري فواكه وأجمدها. طيب، آخر نصيحة، في أحد سألني عن كيف بتقسم الوجبات أو كيف بتخططي إيش حتحتاجي تشتري. هذه نصيحة العاشرة صراحة، يعني كان مرة مهم إن يكون في 10 نصائح عشان يكون عنوان الحلقة محمس. طيب، فالنصيحة هذه إنه أنا عندي تخطيط الوجبات مرة صار أسهل علي لما قسمت الشراء حقنا لشيء أسبوعي وشيء شهري، أو حتى أكثر من شهري، يعني كل شهرين نحتاج نشتري هذه الأشياء. فاللي أسويه إني أشتري بكميات كبيرة الأشياء اللي أقدر إني أخزنها بطريقة إنها ما تخرب. طيب، هذا الخبز حق الساوردو انا اجيب منه كل اسبوعين تقريبا، زين التوست. فاللي صرت اسويه، كنت استخدم البيكنج بيبر، بس بعدين قلت ليش اضيعها، وفي هذه الاوراق اللي يجي جواتها العيش، فنقصها زي كذا حسب طبعا حجم العيش، حطوها بين زي كذا احطها، عشان لما ما نعمل زي كذا العيش ممكن كله يلصق في بعض، ويصير لما تيجي تاخذ واحدة حبة حيكون معاناة لأنه يكون مفرزل فيلصق في بعض. طيب، بعد كده ححطه في أي، ممكن في كيس أو في علبة بلاستيك، وتدخلوه الفريزر، وقت ما تحتاجوا تقدروا تطلعوا الخبز اللي تستخدموه. هذه كانت 10 نصائح اللي عندي، أتمنى أنكم استفدتوا منها، وإذا بعضها يعني حسيتوها قيدكم بتعملوها اكتبوا لي، لو عندكم أفكار زيادة اكتبوا لي برضو، كلنا نستفيد من بعض، وحاول أجاوب على بعض الأسئلة اللي جاتني في إنستغرام، عشان ممكن بعضها ما تكلمت عنها، بس يعني معظمها حاولت أغطيها في 10 نقاط هذه. كيف ممكن أربط بين طبختي وطبخة البيبي عشان تقلل عدد الأدوات والأطعمة اللي هالسؤال مرة حلو، لأنه أنا من زمان مقتنعة بأنه الطفل مفروض يأكل نفس أكل البيت. ممكن أحط له في الصحن هذا المقسم، ممكن أحط له جزء منه نفس الطبخة اللي أنا عملتها للبيت، والأجزاء الثانية أشياء بسيطة مو مرة فيها نكهات قوية، متأكد أنه هو حتعجبه. سؤال ثاني حلو، إذا اشترت أكل وخططت انها تعمل وجبه وفي الاخير قررت انها ما تبى تعملها، ايش ممكن تسوي؟ انا اقترح انك تحاولي تفرزني كل اللي اشتريتيه. لما اروح السوبر ماركت واشتري اللحوم على طول افرزنها، ما اقول لا خلاص بعد يومين حسوي دجاج، لا، اذا بعد يومين حسوي دجاج اطلع الدجاج قبلها بيوم. الخضار نفسها ممكن معظمها ترى تتفرزن، اشياء مره قليله اللي ما تتفرزن. تخيلوا حتى السبانخ الفريش والجرجير، عشان اعرف انه مره يخرب بسرعه صرت افرزنه لما اكون عارف اني ما حستخدمه، وبعدين احطه في السموذي. في سؤال ثاني، كيف ما اطبخ كل يوم؟ ايش الحاجات اللي تسهل لي الطبخ؟ اللي اقترحه انه مثلا عملت طبق بشاميل او لازانيا، هذه من اكثر الاشياء اللي سهل واحد يفرزنها، او تضاعف كميه المكونات وتعمل كميه مره كبيره وتفرزني نصها. انا صرت اسوي ده الشيء لوجبات عقيل، عشان في الويكند لما احنا نروح ناكل في مطاعم غالبا ما حياكل معانا في المطعم، فيكون عندي كميه كبيره من اكله موجوده مفرزنه، بس اطلعها في الويكند وما اطبخ لانه في الويكند ما ابغى اطبخ. طيب، حننهي الاسئله باخر سؤال، كيف تخططي بين اطفالك الحلوين والرياضه والتصوير والطبخ؟ طيب، هذا الشيء يبغى له حلق لحالها، فمره عجبني ده السؤال، وفي نفس الوقت انا كان نفسي ابين اوريكم الجانب الثاني، يعني اوريكم behind the scenes كيف انا بصور، فابغى اسوي اخصص حلقه كامله لهذا الموضوع. فان شاء الله حيكون هذه الحلقه برعايه اللي سالتني هذا السؤال.